hosts nearly 60 different nationalities, including Syrians. في يوم اللاجئ العالمي يعرض اللاجئون السوريون في الأردن إلى جانب آخرين من جنسيات مختلفة منتجاتهم وحرفهم في بازار تحت عنوان مع اللاجئين، والذي تنظمه مفوضية اللاجئين في العاصمة عمان تزامنا مع هذه المناسبة العالمية. مع استمرار الصراعات حول أنحاء العالم يزيد رقم اللاجئين، فالأرقام هائلة الآن. العدد في نهاية 2017 كان 68.5 مليون لاجئ ونازح حول العالم، فهذه هي أهمية هذا اليوم. نحاول أن نذكر بأسباب اللجوء، ولكن أيضا نؤكد على أهمية التضامن مع اللاجئين. بازار لمدة يومين بدعم من السفارة الكندية وشركات أردنية يتيح للاجئين فرصة الانخراط والتواصل مع الآخرين، إضافة إلى تسويق منتجاتهم بشكل أفضل وعرضها على زوار حضروا من مختلف بلدان العالم. هذا البازار أكيد رح يكون بالنسبة لنا نافذة للناس تعرفنا وتعرف شغلنا وتتعرف على تفاصيل الشغل أكثر. هذا البازار بفيد هاي الصنعة انه نحن نورجي تراثنا لناس تانيين، يعني غير العرب بصراحة، يعني ونعرف الناس بالتراث الدمشقي ونحاول انه نقدر نسوق منتجنا بطريقة افضل. من اللاجئين الذين يعرضون سلعهم هنا من يقطن داخل المخيمات المخصصة للاجئين وآخرين خارجها، بينما ترجع عائدات هذا البازار للاجئين أنفسهم كدعم لهم. فكرة البازار ل 2018 احنا عملناها تصادف يوم اللاجئ العالمي 2018. فكرة البازار هو بازار الصيف مع اللاجئين، هناك 32 منصة تسويقية من مفتوحين، يعني اللاجئين هم اللي فاتحينها. هاي الأغراض اللي انتم بتشوفوها كل شيء موجود في البازار من صنع أيادي اللاجئين أنفسهم. يذكر أن الأردن هو سابع أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، حيث يستقبل أكثر من 752 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية من 56 جنسية مختلفة. هو ليس مجرد بازار خيري في يوم اللاجئ العالمي بقدر ما هو تذكير بآلام محور هذا اليوم، وهو الإنسان الذي أصبح لاجئاً بسبب حرب أخرجته من دياره. ويبقى أمل هؤلاء اللاجئين من خلفي أن تضع الحرب أوزارها ويعودون إلى أوطانهم. أمير عبد الباقي، أورينت نيوز، عمان.